بين الفشل وإعطاء مزيد من الوقت، يراوح اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا مكانه دون التوقيع عليه. قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية، فيما قالت موسكو إن الأمر سيستغرق يومين للتباحث قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق. خلافات اللحظة الأخيرة كما يراها مراقبون كانت السبب وراء تعليق الاتفاق. في المقابل جاءت اللهجة التركية أكثر حدة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بشكل واضح برد عسكري قوي في حال استمر الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس. المشهد الليبي على شفا الحل على الأقل ميدانيا برأي مراقبين، غير أن التطورات الأخيرة ربما تعصف بالملف برمته وتحيله إلى مستنقع عسكري. ألمانيا بدورها أعلنت اليوم قائمة الدول المدعوة للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، والذي من المقرر أن يعقد في 19 من الشهر الجاري. تبددت الآمال التي بنيت على اجتماع موسكو من أجل إعادة الاستقرار إلى ليبيا، فوقف إطلاق النار وإن ظل ساريا بحسب إعلان وزارة الدفاع الروسية، إلا أن قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر رفض التوقيع عليه، فالرجل غادر موسكو دون أن يوقع على الاتفاق لأنه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسته، الأمر الذي سيعرقل جهود إنهاء الأزمة في البلاد. وخلال المحادثات التي استمرت لنحو 8 ساعات، حث الوسيطان الروسي والتركي الطرفين المتنافسين على توقيع هدنة ملزمة تنهي حربهما وتمهد الطريق لتسوية تعيد الاستقرار للبلاد. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقع على اتفاق وقف إطلاق النار، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن حفتر طلب مزيدا من الوقت لدراسة الاتفاق، إلا أن مصادر عسكرية ليبية قالت إن حفتر امتنع عن التوقيع لأن الاتفاق لا يتضمن موعدا نهائيا لتسريح القوات الحكومية. في الأثناء هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتلقين حفتر درسا إذا استأنف هجماته ضد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقال أردوغان إن حفتر كان سيسيطر على كل الأراضي الليبية لولا تدخل تركيا التي بدأت نشر عسكريين لدعم حكومة الوفاق الوطني. السراج غادر موسكو وحط رحاله في اسطنبول التي أجرى فيها محادثات مع السفير الأمريكي في تركيا ديفيد ساترفيلد، أكد خلالها ضرورة استئناف عملية التوصل إلى تسوية سلمية. وفي استمرار لمساعي إحلال السلام في البلد الذي يشهد قتالا منذ 8 أعوام، تؤكد ألمانيا استضافتها مؤتمرا في برلين لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا. وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن المؤتمر ستشارك فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا وأطراف أخرى، مشيرة إلى أنها وجهت الدعوة أيضا للسراج وحفتر. أرحب بضيفي من اسطنبول، مدير معهد اسطنبول للفكر السيد باكير أتجان، وأيضا معنا من طبرق الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد العزيز الرواف. أهلا بكم. أبدأ مع سيد باكير. سيد باكير، يعني إلى أي مدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني جاد في تهديده للمشير خليفة حفتر؟ يعني أولا يجب أن نفهم جيدا بأن هذا التهديد ليس التهديد بالفعل. لماذا؟ لأنه يقول إذا حاول قوات حفتر بالتدخل أو بإعلان الحرب وقتل الشعب الليبي فتركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تهاجم على قوات حفتر في حال إعلان الحرب مرة أخرى. واضحة جدا، يعني هذا دليل قاطع بأن تركيا تريد السلام وتوقيع يعني هدنة لوقف القتل والإرهاب للأطراف جميعا وليست لفرض أمر واقع مرة أخرى للاقتتال والحرب. نعم سيد باكير، يعني الأنباء تقول أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يعني تحشد بالقرب من طرابلس، يعني كيف ستكون ردة الفعل التركية وأنت تحدثت أنه ليس تهديد ما تحدث به السيد أردوغان اليوم؟ يعني أنا أعيد وأقول هذه ليست تهديد وإنما مثل تحذير
التهديد غير التحذير. لكن أنا بات أتحدث عن حشد لقوات المشير خليفة حفتر على حدود طرابلس. يعني هذا الحشد إذا وافقت معها إعلان يعني قتل وإرهاب وتهجير، طبيعة تركيا سوف تستعمل القوة ولن تقف مكتوفة الأيدي كما صرح رئيس الجمهورية. يعني هنا إشارة واضحة بأن تركيا سوف تتدخل عسكريا في حال استمر القتل والتشريد. نعم، أنتقل إلى ضيفي السيد. نعم، أنتقل إلى ضيفي السيد عبد العزيز الرواف. أهلا بك سيد عبد العزيز. سيد عبد العزيز، يعني إلى أي مدى يعني يتعامل المشير خليفة حفتر مع التهديد التركي بجدية؟ بداية مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. أنا يعني قد أختلف معك في جزئية أن خليفة حفتر كيف ينظر إلى التهديد التركي، بل أقول كيف ينظر الشعب الليبي إلى التهديد التركي. طبعا الأتراك سواء عن جهل أو علم بالأمر يظنون أن الشعب الليبي هو الذي متواجد في حوالي 4 كيلومتر مربع الآن في طرابلس. الجيش الليبي الآن يتواجد في طرابلس منذ 4/4 الماضي، ولحرصه على المدنيين أصبحت خطواته محسوبة ومتمهلة بشكل كبير، وإلا لكان الأمر مقضي منذ عدة شهور. لذلك أرى أن ما يشاع على أن الجيش الليبي يهجر المدنيين كان الأشجر بمن يحاول أن يدغدغ عواطف العالم العربي والإسلامي أن ينشر قواته بالقرب من الحدود الإسرائيلية وينقذ سكان غزة والضفة والقطاع الذين من عام 44 تحتلهم إسرائيل وهم أقرب إلى تركيا من ليبيا. خليفة حفتر ليس قوات أجنبية تغزو ليبيا، هي قوات الجيش الذي انبثق من البرلمان الليبي الذي جاء عن طريق انتخابات. حكومة السراج التي تدعمها تركيا ويقول تركيا أن لنا إرثا في ليبيا تاريخيا، مع أنه يجهل حقيقة أن العرب هم الفاتحين لتركيا. سيد عبد العزيز، من أدخلوا نعم. الإسلام نعم. نعم سيد عبد العزيز، يعني سؤالي كان واضحا، يعني الآن هناك لربما تحذير أو تهديد من قبل الرئيس التركي لقوات المشير خليفة حفتر أي الجيش الليبي، يعني وهناك أيضا أنباء تتحدث عن تحشيد للقوات حول طرابلس، ما المتوقع برأيك؟ بداية التحشيد ليس حول طرابلس أخي الكريم، القوات المسلحة الليبية موجودة في عين زارة، هذا أحد أحياء طرابلس، وموجودة في حي بوسليم هو أكبر أحياء العاصمة طرابلس، موجود في طريق المطار مطار طرابلس وليس مطار بنغازي، هذه كلها يعني تتحكم بها قوات الجيش. أيضا هناك طريق اسمه صلاح الدين، هذا إذا وقفت في هذا المكان تنظر إلى ميدان الشهداء وهو المركز الرئيسي للعاصمة طرابلس. الأمر وما فيه أن الجيش لم يصل إلى ميدان الشهداء فقط، هذا لا غير. الجيش موجود في طرابلس، التهديد نحن نقبله، فليكن تهديد أو تحذير كما يسمونه الأتراك، ولكن عليهم أن يقاوموا أو سيقاومهم أكثر من 5.5 مليون ليبي، لنقل أن من معهم 500,000، بعضهم في مصراتة وبعضهم في طرابلس. وإذا دخل الجيش إلى مصراتة سترى كم هو شعب العاصمة مع الجيش ويحاول أن يبدي تأييده، ولكن الميليشيات التي عاثت في طرابلس فسادا منذ عام 2012. استاذ عبد العزيز، دعنا نتوقف للحظه. يعني قوات الجيش الليبي بقياده المشير خليفه حفتر منذ شهر نيسان الماضي وهي تحاول دخول العاصمه طرابلس والسيطره عليها، الى الان لم يحصل ذلك، وانت تقول انها قادره على مقارعه جيش تركي وربما قوات الحكومه الشرعيه، يعني كيف يمكن فهم ذلك؟ أولا أستغرب حقيقة أن يقال أن هناك قوات لحكومة شرعية، كيف جاءت هذه الحكومة الشرعية؟
الحكومة الشرعية جاءت وفق اتفاق يدعى سيد عبد العزيز، هذه الحكومة معترف بها دوليا. الاعتراف الدولي جاء ضمن شروط، هذه الشروط لم تتحقق. أول شرط أن يعتمدها البرلمان الموجود في طبرق ولم يعتمدها. ثاني شرط أن تتخذ قراراتها بالإجماع، بإجماع 9 أعضاء لم يعد منهم موجود إلا 3 أعضاء، وبالتالي فكل قراراتها غير دستورية أو غير قانونية حسب اتفاق الصخيرات الذي جاءت به، فما بالك بالقوانين الليبية والدستور الليبي المعمول به حتى الآن. لذلك أرى أن كلمة شرعية منتفية عنها تماما، على الأقل لدينا نحن الليبيين، لا يهمنا العالم بماذا يعترف، العالم يعترف بإسرائيل، بينما 100 مليون مسلم لا مليار مسلم لا يعترف بإسرائيل، وإسرائيل موجودة، هذا اعتراف عالم. ولكن أقول لك أن المساحة التي يحاصرها الجيش في طرابلس لا تتعدى 4 كيلومتر مربع، هي المدينة القديمة، هي أبراج ذات العماد، هي ميدان الشهداء. سيد عبد العزيز، طب لنعود وأعرف التفاصيل جيدا. لنعود إلى يعني اتفاق وقف إطلاق النار، يعني برأيك ما هي الأسباب يعني الحقيقية التي أدت إلى فشل التوقيع؟ رغم أن لم يعني تصدر بيانات رسمية عن الجيش أو عن البرلمان الليبي وتوضيح رؤيتهم في هذا المجال، إلا أنني كمتابع للشأن الليبي وكمواطن ليبي أولا أرى بأن الإشكالية هي في يعني تنفذ أو تواجد التيار الإسلامي من الأخوان والمقاتلة في خلال هذه المحادثات، وأيضا محاولة إتاحة الفرصة لهم من قبل تركيا للتواجد في المرحلة القادمة. الجيش الليبي والبرلمان والشعب الليبي لا يريد هؤلاء إطلاقا في المرحلة القادمة. نحن نريد سلام، نريد إيقاف الحرب، ولكن بدون تواجد هذه العصابات المجرمة التي فتكت بالأرض وشردت وصلت الفكرة سيد عبد العزيز. أنتقل إلى ضيفي من إسطنبول السيد باكير أتجان، أهلا بك دكتور. سيد عفوا سيد باكير، يعني ما الذي تسعى إليه تركيا من خلال وقف إطلاق النار في ليبيا؟ يعني تركيا واضحة كانت تريد ردع الحرب والاقتتال، إن كانت من طرف حفتر أو من طرف حكومة الوفاق، لأن في النهاية الذي يقتل ويقتل الشعب الليبي، علما بأن هناك إلى جانب حفتر ميليشيات سلفية وهابية مرتزقة من تشاد من دول عديدة، ولكن للأسف الشديد هذه الميليشيات تقتل الشعب الليبي في النهاية، لذلك ليست من مصلحة الشعب الليبي ولا من مصلحة تركيا، وخاصة لها علاقات تاريخية، أن تحافظ على يعني سيل الدماء، هنا إراقة الدماء، دماء الشعب الليبي. ثانيا والتي أهم، يعني للأسف الشديد، هل كان حفتر يعرف بأن الوفد المتواجد في موسكو مع تركيا أليس معروفا كان لديه؟ لماذا جاء إلى والآن يقول لا أريد لأن موجود فلان؟ يعني أنا على يقين وأعرف جيدا بأنه قبل قدومه إلى موسكو كان له مسودة القرارات التي يجب أو كان عليه أن يوقع عليها، وثانيا الوفد التركي بالأسماء والوفد الليبي حكومة الوفاق بالأسماء، إذن لماذا جاء إلى هناك وفي الأخير بعد أن طلب فترة زمنية قال لا أريد أن أوافق؟ لأن الدول التي تمولها أو القبائل، هو كما يدعي القبائل العربية التي تموله، لن توافق على هذه الهدنة. لماذا؟ لأن مصلحة هذه الدول لن تنتهي بعد، وإذا وقف الحرب والقتال في ليبيا فالخاسر هذه الدول التي تمولها، ولن تستطيع أن تأخذ بالمقابل ما تترتب على حفتر تقديمها لهذه الدول التي تدعمه منذ فترة طويلة على رأسها لكن سيد باكير، سيد باكير يعني والدول التي جاءت لدعمه، لماذا لم تضغط روسيا على المشير حفتر لتوقيع هذا الاتفاق؟ يعني أنا كما أعرف بأن روسيا حسب الادعاءات التي خرجت إلى الآن على لسان
المسؤولين الروس بأنهم ضغطوا، ولكن حفتر منذ البداية طلب بأنه يريد أن يناقش هذه الفكرة مع القبائل التي تدعمه، وكما أشرت قبل قليل القبائل معروفة من هي، هي فرنسا، هي الإمارات، هي السعودية، هي مصر، هي إسرائيل، هي الولايات المتحدة. لذلك ليس من الأمر السهل هذه الدول أن توافق. وعندما يعني طلب فرصة أخرى كما هو معروف الآن إلى 24 ساعة، وأصبح يقول لماذا جاءت تركيا؟ ألا يعرف بأن تركيا كانت موجودة؟ لماذا جاء بداخل الوفد فلان وعلان؟ نعم. أليس كان معروفا لديه كل هذه التفاصيل؟ لذلك نعم. هذه ليست تصرف نعم. قائد، وخاصة كما يدعى بأنه قائد جيش. نعم. وصلت للأسف الفكرة هذا نعم. لن يكون قائدا، وإنما هو يعني ممثل لهذه القبائل نعم. التي تدعمه بدون من أجل قتل الشعب الليبي للأسف الشديد. نعم وصلت الفكرة. أنتقل إلى ضيفي سيد عبد العزيز. سيد عبد العزيز، يعني البعض يرى أن ضغوطا إقليمية أدت إلى رفض المشير خليفة حفتر التوقيع على الاتفاق، إلى أي مدى يبدو ذلك دقيقا؟ وأنت استمعت إلى يعني كلام ضيفي من اسطنبول سيد بكير أتجان. بداية ضيفك الكريم مع احترامي الشديد له يذكرني بمثل ليبي يقال أو يقول تركي فوق حصان، يعني التركي عندما يتلبس أمر معين أو رأي معين لا يمكنه أن يحيد عنه. يقول بأن حفتر تدعمه الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا. هو لم يقل ذلك، هو تحدث عن قبائل عربية. لنبقى في الموضوع، يعني هناك سيد عبد العزيز، يعني هل هناك ضغوط إقليمية؟ لحظة، لابد أن أرد عليه ولابد أن أوضح إن كنت تريد مني أن أواصل معك الحديث سيدي الكريم. تفضل. لابد أن أوضح النقاط. تفضل. هو قال حفتر قال أريد أن أرجع إلى القبائل العربية، والمجتمع الليبي مجتمع قبلي كأغلب المجتمعات العربية، والقبائل الليبية أعطيك مثال العبيدات، المرابطين، السعادي، ورفلة، مقارحة، تركونة، هذه القبائل الليبية. هو قال لا، بل يريد أن يستشير فرنسا وكذا كذا كذا الدول التي ذكرها. والمضحك في الأمر ذكر إسرائيل. إسرائيل حفتر ليست لديه سفارة في إسرائيل يا سيد بكير، أنتم من لكم سفارة في إسرائيل، وأنتم من رئيسكم الذي تدعونه خليفة. سيد عبد العزيز، سيد عبد العزيز يعني لنبقى في الموضوع، إذا تفضلت. سيد عبد العزيز إذا تفضلت يعني لنبقى في الموضوع، دعنا نتحدث عن الأزمة. نعم. في الموضوع الأزمة الليبية سببها تركيا، وتركيا هذه يدعون أنهم إسلام وحريصين على المسلمين وعلى الشعب الليبي، بين ويذكرون أن إسرائيل تتدخل في ليبيا، بينما هم لديهم علاقات بإسرائيل، بإمكانهم أن يسألوا إسرائيل سفارتها في إسطنبول. يا سيدي الكريم نحن يعني سيد عبد العزيز يعني بوضوح، هل هناك ضغوط إقليمية أدت إلى تراجع المشير خليفة حفتر عن التوقيع؟ بكل تأكيد لو كانت فيه ضغوط كانت ستمارس من قبل روسيا، التي يقول الأتراك سابقا ويقول فايز السراج رئيس الحكومة حكومة الوفاق في طرابلس بأن روسيا أكبر داعم لخليفة حفتر، وروسيا دولة عظمى، فكيف بالله عليك لا تؤثر عليه روسيا وتؤثر عليه الإمارات أو السعودية أو مصر؟ يعني برأيك هل سيعود للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار؟ أنا أظن إذا كانت الشروط تصلح للشعب الليبي وتصلح للجيش الليبي وتؤمن ليبيا وتخرج الإرهاب الذي تدعمه تركيا في ليبيا سيوافق المشير حفتر بلا شك. أما إذا كان وقفا لإطلاق النار لتقوية هذه العصابات مجددا وتشكيل حاكم عسكري أو تعيين حاكم عسكري كما قال أردوغان، فهذا لن يكون إلا على جثثنا نحن قبل خليفة حفتر. نعم. أيضا ضيفي من طبرق الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد العزيز الرواف، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفي من اسطنبول مدير معهد اسطنبول للفكر السيد بكير أتجان، شكرا جزيلا لكم.